أتمنى إن احنا نسافر بيكو سريعاً إلى أسبانيا، والزميل عمر ربيع ياسين ومعاه كابتن الكباتن حسام عاشور عشان تطمنوا على حسام عاشور وعلى الأهلي. طبعا برحب بحضرتك يا باشمهندس عادلي، برحب بحضرتك يا استاذ ابراهيم، وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في برنامج ملك وكتابه، ومكملين معاكم ومع جمهور النادي الاهلي الرسائل اليوميه والكواليس الحصريه على قناه الاهلي اللي بتكون من المعسكر كل شيء حضراتكم بتعرفوه من خلال قناه النادي الاهلي، واحنا دايما بنكون معاكم كل يوم. معايا واحد من اهم كباتن فريق النادي الاهلي على مر التاريخ، واحد من اللعيبه القليلين جدا اللي دخلوا قطاع ناشئين وكملوا لحد الفريق الاول، بسم الله ما شاء الله مكمل سواء في النادي الاهلي او في الملعب كواحد من اهم الركائز اللي موجوده في منطقه نص الملعب. هنتكلم معاه وهنعرف منه حاجات كتيره، بس مش في المعسكر هنا، لا، عن حياته، وهنعرف كمان عن مشواره ورايه بشكل عام، وهنساله بقى في حاجات كتيره جدا هنعرفها منه. هو الكابتن حسام عاشور. كابتن برحب بيك. اهلا بيك يا عمر، وبسلم عليك طبعا، وبسلم على استاذ ابراهيم المنيسي طبعا حبيبي، وباشمهندس عادل القيعي. الاثنين قيمه وقامه كبار جدا، الناس كلها بتتعلم منهم. وحشني جدا بصراحه، بقالي كتير ما شفتهمش، يعني فرصه ان انا ايه اشوفهم على الهوا ان شاء الله. كابتن حسام، يعني في البدايه اكيد لازم اعرف رايك في المعسكر، انت كابتن الفريق واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده، ودايما اي مدير فني بيجي بسم الله ما شاء الله بيعتمد عليك، لازم تكون الاختيار رقم واحد، وبالتالي لازم ابدا بيك كونك كابتن الفريق. نطمن جمهور النادي الاهلي عن المعسكر بشكل عام، التجربه الثانيه النهارده لعبنا قدام فريق نيوبورت كاونتي الانجليزي، تجربه اكثر من رائعه، ويتبقى للنادي الاهلي مباراه واحده هي اخر المباريات الوديه، فعايز اعرف منك رايك في المعسكر بشكل عام ورايك في المباراه الوديه الثانيه للنادي الاهلي. طبعا مبدئيا يا عمر، المعسكر الحمد لله ماشي بشكل كويس، الناس كلها مركزه جدا، عندنا هدف حاطينه قدامنا، مش عايزين نفكر في حاجه غير الهدف اللي احنا عايزينه. عندنا ماتشين مهمين جدا، فبتبتدي المعسكر بماتشات، اذا كان في القاهره او ماتشات هنا، اكيد اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها على قلب راجل واحد، اللعيبه كلها عايزه تاخد الدوري ده. ده يمكن من اهم الدوريات، من اهم الدوري اللي هيبقى على مر العصور، طبعا على مر التاريخ بالنسبه لنا كمان، بالنسبه لنا مهم جدا الدوري ده. انت زي ما انت عارف يا عمر، انا 11 دوري، لو خدت الدوري ده السنه دي بقى 12، فالحمد لله. يعني رايك في مباراه اليوم النهارده؟ مباراه كانت اقوى شويه من المباراه الاخيره، لكن مباراه نيوبورت احد فرق الدوري الانجليزي، اكيد شفنا او هنشوف بقى بعد ما البرنامج يخلص المباراه تتعرض ان شاء الله، كل جمهور الاهلي هيتفرج عليها، أكيد طبعا. لكن عايز اعرف حضرتك يعني رايك الفني بشكل عام في المباراه، والاستفاده اللي حضرتك وكل اللعيبه استفدتوها النهارده. اكيد طبعا، انا مش هتكلم عن النتيجه، انا هتكلم على المجهود اللي احنا بنعمله في التمرين، والمجهود اللي احنا بنعمله في الماتشات. انت شفت النهارده الفرقه، والناس كلها هتتفرج على الفرقه بتاعت النهارده، فرقه كويسه، مش 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 فرقه وحشه. احنا كان اهم حاجه الجري، واللي انت تجيب نفس، انت عارف احنا قعدنا مثلا بتاع فتره كبيره جدا ما كانش فيه نفس، ما كانش فيه مثلا رجليك ما كانتش شايلاك الفتره اللي فاتت دي كلها، بس انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك وبتتمرن، اديك شايف التمرين عامل ازاي، اذا كان قوه، اذا كان الحاجات المهاريه اللي احنا بنعملها دي كنا محتاجينها جدا الفتره اللي فاتت، والحمد لله زي ما قلت لك. النهارده مش هتكلم على النتيجه، انا هتكلم على الاداء النهارده، الحمد لله ده كان كويس. اهم حاجه اللي مستر لاسارتي قال عليه، اهم حاجه تجري وتجيب نفس ورجليك تبقى شايلاك، عشان عندنا فتره مهمه الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن حسام، يمكن زي ما انا قلت بسم الله ما شاء الله، انت من صغرك وانت ناشئ في النادي الاهلي كملت ووصلت للفريق الاول، هل كنت تتوقع انك في يوم من الايام تكون كابتن النادي الاهلي وتكون احد اهم الكباتن التاريخيه على مر العصور ويشيل بطولات ويكون مش بس كابتن، لا انت كمان بسم الله ما شاء الله ما فيش مدير فني جه النادي الاهلي وتولى القياده الفنيه وهو غير اول قرار بياخده هو حسام عاشور في نص الملعب؟ ده الحمد لله زي ما قلت لك، هبدا بس في الناشئين، علمونا حاجه، اللي انت اهم حاجه تبقى رقم واحد، مفيش حاجه عندك اسمها رقم اتنين او تتعادل في ماتش، دي ما تعودناش عليها،
فالحمد لله لما طلعت درجة أولى مستر مانويل جوزي قال لي أنت هتبقى من أهم اللعيبة بتاعت نص الملعب اللي هتبقى موجودة في مصر، والحمد لله. بس أنا لو ما كنتش ركزت في الهدف اللي أنا حاطه لنفسي اللي أنا أبقى موجود مع الكوكبة اللي أنا كنت طالع فيها، كان أسامي بسم الله ما شاء الله، كان كابتن محمد أبو تريكة لسه جاي، كابتن محمد بركات، كابتن عماد النحاس، كابتن إسلام الشاطر، كل كابتن حسن مصطفى، كابتن محمد شوقي. فأنا لو ما كنتش مركز وحاطط هدف في دماغي اللي أنا أبقى موجود وأبقى عايز أظهر بشكل كويس وعايز الناس كلها تهتم بيا اذا كان في الناشئين او هيتكلموا عليا او في الدرجه الاولى، ما كانش زماني عملت اللي انا عملته دلوقتي. فبقول الحمد لله كرم من عند ربنا. طبعا اهم حاجه اللي انت تسمع الكلام، ما فيش مثلا مدرب هيجي يقول لك على حاجه وهتبقى غلط، اكيد هو عايز لك الحاجه كويسه، عايز اللي انت تبقى كويس، عايز اللي انت تبقى لو بيحبك عايز يبقى رقم واحد مثلا في مكانك. فالحمد لله كنت مركز جدا ان انا اعمل التاريخ ده نفسي الحمد لله. كابتن حسام، يعني دخولك للنادي الاهلي والفريق الاول كنت اصغر واحد وسط مجموعه من العمالقه زي ما حضرتك قلت، لكن دلوقتي انت كابتن فريق على جيل جديد، على جيل صعب شويه، على جيل ممكن يكون الكابتن حسام عنده ذكاء وبيعرف يتعامل معاهم، ما بيشدش قوي ومش بيرخي قوي، ماسك العصا من النص. عايز اعرف منك، وانت قدوه لشباب كتير بيتفرج علينا ولاعيبه كوره جايين في المستقبل، ايه الفارق ما بين الجيل السابق بالنجوم اللي موجوده واللي حضرتك لعبت معاهم والجيل الحالي؟ طبعا هم نجوم، لكن اكيد طبعا في فرق في التعامل ما بين ده وما بين ده. هو الفرق اللي انت يعني كنت صغير، يعني انا لما طلعت مع النجوم دي كلهم كان عندي 17 سنه، كنت اصغر واحد طالع في الدرجه الاولى، كان عندي 17 سنه. فكان انت مثلا تدخل الاوضه تلاقي كابتن ابو تريكه مثلا بيغير جنبك، كابتن احمد حسن، كابتن وائل جمعه، كابتن سعد معوض، كابتن محمد بركات. طبعا انت تدخل الاوضه تتخض، تبقى حاجه كويسه جدا ان انت تتعلم من الناس دي. دلوقتي احنا كلاعيبه كبار، اذا كان مثلا انا كابتن الفرقه او شريف اكرامي او احمد فتحي او محمد نجيب او الناس وليد سليمان، الناس الكبار دولت الخبرات اللي اخذوها في الفتره اللي كان الجيل بتاع ابو تريكه وبركات ووائل جمعه، اكيد دلوقتي احنا بنتكلم مع اللعيبه الصغيره ازاي تبقى رقم واحد، ازاي تبقى مهتم بكل تفصيل عشان خاطر النادي الاهلي يبقى رقم واحد. فده دورنا دلوقتي زي لعيبه كبار، دورنا اللي احنا نتكلم مع اللعيبه الناشئين، حتى مش الناشئين بس، حتى اللعيبه اللي جايه من بره احنا لنا دور وعارفين الدور اللي لينا، اللي احنا نمشي الناس اللي بتيجي من بره او الناشئين اللي بيطلعوا على نفس الخط اللي احنا ماشيين عليه. طبعا يعني يا كابتن حسام اكيد بتلعب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي اكبر نادي في مصر واكبر نادي في افريقيا، واحنا دايما متعودين على ان اللي بيلعب اساسي او بنسبه 75% اللي بيلعب اساسي في النادي الاهلي بشكل مستمر وبياخد بطولات اكيد لازم يكون موجود في منتخب مصر. لكن كابتن حسام عاشور يعني للاسف يعني حاجه غريبه جدا، مش بنلاقيه موجود في المنتخب، ومع يعني مع اختلاف المدربين سبحان الله الموضوع عاكس. النادي الاهلي اي مدير فني بيجي وهو مغمض عينيه حسام عاشور هو اللاعب رقم واحد، لكن منتخب مصر الموضوع بيكون مختلف، شايف سببه ايه بالظبط؟ انا ما اعرفش بصراحه سبب ايه، يعني انا ما فيش مثلا مدرب. الفتره الوحيده اللي انا رحت فيها منتخب مصر كان مع مستر بوب برادلي، الفتره اللي هي اللي خدنا 18 نقطه مش عارف خمس ماتشات، فالفتره دي كنت كويس جدا فيها، دي الفتره الوحيده اللي انا رحت فيها المنتخب. بس قبل كده بقى ما اعرفش، يعني ممكن المدربين اللي كانت بتيجي مثلا ما بيحبوش طريقه لعبي، مع اني انا اتمرنت مع مدربين كتير جدا في النادي الاهلي وكلهم اسامي زي ما انت عارف. فانا ما اعرفش، او انت مش حاببني مثلا اللي ماسك المنتخب ده، انت مش حاببني اللي انا اروح المنتخب مصر، خلاص انا ما بدللش على نفسي. الناس كلها انا بخلي الناس كلها هي تتكلم وتقول حسام عاشور لازم يروح المنتخب، حسام عاشور ماشي كويس، حسام عاشور بيسمع الكلام، حسام عاشور راجل في الملعب، دي اهم حاجه. انت مش حاببني في المنتخب، خلاص انا مش هقعد ادلل على نفسي، انا قاعد في النادي بتاعي بعمل اللي عليا وبجتهد وبطلع كل اللي عندي عشان خاطر اسمي وعشان خاطر اسم النادي الاهلي، دي اهم حاجه. بس انت مش حابب ان انا اكون في المكان ده، خلاص ما مش 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 فارقه معايا. لا انا بزعل ان انا ما اتخذتش المنتخب، اكيد شرف لاي لاعب اللي هو يروح لمنتخب مصر ويلعب باسم منتخب مصر، بس يعني خلاص انا اهم حاجه تركيزي في النادي، تركيزي مع الفرقه بتاعتي، تركيزي مع البطولات اللي الحمد لله الواحد بيحققها مع النادي، فدي اهم حاجه بالنسبه لي. طبعا كابتن حسام انت راجل ليدر وراجل قائد جوه الملعب وبره الملعب، منتخب مصر كلنا تابعناه وشفناه، للاسف منتخب مصر خرج من بطوله افريقيا. هسالك سؤال سهل،
مين من اللعيبه اللي كنت تتمناها انك تشوفها مع منتخب مصر في بطوله افريقيا الاخيره؟ بدون مجامله بصراحه يعني كان في اختيارات، مش عايز اتكلم على الموضوع المنتخب ده قوي، بس انا هقول لك على يعني نتكلم على اللعيبه اللي من الاهلي اللي حضرتك كنت شايف انه لازم يروحوا. انا مش هتكلم على الاهلي بس، في ناس كمان طيب. بره النادي الاهلي كان لازم يروحوا، يعني رمضان صبحي ده ازاي ما تاخدش منتخب، عمرو السولية ازاي ما تاخدش منتخب، محمد هاني ازاي ما تاخدش المنتخب، عبد الله جمعه، كهربا، الناس دي كلها الناس دي كلها لازم يا جماعه الدكروري عامل مشاكل هنا بصراحه. فالناس دي كلها بصراحه لازم كانت تروح، علامه استفهام كبيره جدا. الخمس لعيبه دول بالذات اللي انا قلتهم ما كانش ينفع ما يروحوش المنتخب. ادينا شفنا ان المنتخب اتاثر جامد جدا، لا كتير جدا. يعني رمضان صبح يا جماعه كان ماشي بقى ما شاء الله عندنا في النادي، ازاي ما اتاخدش؟ عبد الله جمعه، الناس دي يعني كهربا، هاني، السوليه، السوليه ما شاء الله الله اكبر السنه اللي فاتت بيجيب اجوان وبيلعب وما شاء الله ماشي كويس. طب انت ما خدتوش ليه؟ لا حول الله، انا مش فاهم يعني، دي مش قادر اقتنع بيها. بص الاختيارات اصلا من الاول كانت غلط، فاكيد في الاخر هيبقى الصوره اللي احنا شفناها دي. كابتن حسام، يعني ده كان تعليق بسيط على المنتخب، مش عايز اتكلم كتير على المنتخب، لكن انا حابب ان انا اسمع من ليدر وقائد الكلام ده. لكن بقى عايز اخدك لحته تانية، هل الكابتن حسام فكر بقى امتى ممكن يقرر ان هو يبتعد عن ملاعب كره القدم ويعتزل ويتجه بقى الى التدريب، ولا لسه كابتن حسام يعني بسم الله ما شاء الله مكمل والدنيا معاه مستقره ومش بيفكر في اي حاجه غير الدوري الموسم ده، وانه يستعد للموسم القادم علشان يكرر نفس الانجاز ويحاول ان هو يتوج بلقب بطوله الدوري ودوري ابطال افريقيا وكاس عالم للانديه؟ لا، ده اللي انا بسعى عليه. يعني انا الحمد لله الواحد ما بوقفش على طموح معين، الحمد لله الطموح موجود وباستمرار، وطول ما انا موجود في النادي الاهلي عندي طموح، وعندي اللي انا يعني دلوقتي 34 بطوله بسم الله ما شاء الله، عايز ابقى اكتر واحد في العالم واخد بطولات. يعني انا ناقص لي مثلا بتاع 5 بطولات وهو اكتر واحد في العالم واخد بطولات، ده طموح عندي. مين اللي اداني الطموح ده؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي رقم واحد بياخد بطولات واحسن نادي في افريقيا. فانا موضوع الاعتزال اديك انت بتشوف التمرين، انا بعمل ازاي في التمرين؟ بسم الله ما شاء الله. طب الحمد لله يعني قادر يعني الحمد لله والدنيا تمام، ما بفكرش في الاعتزال خالص. انا لسه يا جماعه انا لسه تمام 33 سنه انا. بس الناس عشان ايه، انا بلعب بقالي كتير يعني، انا بلعب وانا عندي 17 سنه، فالناس فاكره ايه، لا ده عاشور ده عنده 36 سنه ولا 37 سنه، لا ده انا لسه تمام 33 سنه. فلسه العمر ان شاء الله قدام يعني. طيب محمد بركات قال كل ما اقعد مع لعيب في الاوضه يمشي، ما عدا حسام عاشور. انا مشيت. حصل العكس. انا مشيت. لا بص، هو كابتن محمد بركات طبعا من الشخصيات المحترمه جدا، ومن اللعيبه الخلوقه واللعيبه المهاريه واللعيبه اللي دمها خفيف واللي تحب تقعد معاه. انا يعني بركات كان بيقعد مع اي حد بيمشي، يعني قعد مع شادي محمد مشاه، قعد مع اسلام الشاطر غالبا مشاه، قعد مع شبيطه نفس الكلام، قعد مع ناس كتيره مشاهم. فجي في مره كده قال لا انا كنت بختار بعشوائيه، هو بركه كان بيقول لي وقال مش عارف في حلقه قبل كده كنت بختار بعشوائيه، فانا قلت ايه افنن بقى في الاختيار، اشوف مين في الفرقه اللي ايه اللي معمر في النادي وهقعد معاه عشان ما يحصلش حاجه. يدور لا مين، حسام عاشور. فالحمد لله قعدت معاه وقلت له بس انا يعني انا غير الناس دي كلها الحمد لله، يعني ما تقلقش مني. فلعب له سنتين ولا حاجه وبطل بعدها، بس هو بطل وهو في عزه طبعا، يعني بطل وهو في عزه وواقف على رجليه والناس كلها بتتكلم عليه كويس. لا كابتن بركات من الشخصيات اللي انا بحبها جدا. قاعد في الاوضه مع مين يا كابتن حسام؟ انا عارف السؤال ده، انا عارف قاعد مع رمضان صبحي. ولو هتتكلم على موضوع البنج امبارح، انا سمعتكم رمضان يعني انا بلعب بنج كويس جدا كويس جدا، بس هو لا مش حظه عالي، هو حظه عالي لكن هو صبور قوي، يعني صبور قوي على الكوره، ويقعد بقى مثلا يمشي معاك، فانا ايه مش بزهق، بس خلاص بقى يعني النقطه طولت قوي فبحاول انا اخلصها فبتطلع، فاكتريت النقط انا اللي بضيعها يعني. بس هو رمضان لعيب كويس. طب رمضان يعني عامل ايه معاك؟ مريحك في الاوضه فارق السن؟ يعني انا عارف ان ده مدرسه وده مدرسه. هو يعرف ما يريحنيش ولا ايه؟ ما ينفعش. ما ينفعش، ها اجباري، ما حدش بيقدرش يريح كابتن. ما ينفعش لا صح؟ كل حاجه. لا رمضان هو رمضان صغير في السن وكل حاجه، بس عقليته كبيره. مكسب للنادي الاهلي يا كابتن اعارته؟ طبعا 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 مليون في الميه. ما كانش ينفع مثلا رمضان ما يبقاش، واللي كانت الناس اللي عماله تتكلم
اللي هو هيروح فرق تانية او فرق تانية جايه له. يا جماعه رمضان ابن نادي الاهلي، يعني مفيش حد يبقى ابن نادي الاهلي وتلاقيه مثلا بيروح في حته تانية الا من رحم ربي بقى، مثلا واحد بقى ايه طالع شيطاني كده. لكن رمضان من اللعيبه المحترمه جدا، من اللعيبه المميزه جدا، من اللعيبه السنه دي اللي هتفرق معانا كتير جدا جدا جدا. رمضان الناس شافت السنه اللي فاتت كان مستواه عامل ازاي، وكان بقى له فتره ما بيلعبش، واحده واحده ان شاء الله هيجي وهيفرق معانا طبعا السنه دي. مين احسن مدير فني اتمرنت معاه؟ شفت تركبنا غلط بقى ولا ايه؟ لا والله مدربين كتيرة بصراحة. طب اسمي اما انا مش عايز، لا انا كلهم الحمد لله، كل المدربين اللي انا اتمرنت معاهم بصراحة كويسين جدا. يعني مستر مانو الجوزيه من المدربين الكويسين جدا، مستر لاسارتي طبعا عايز يعني بقاله فترة قليلة معانا، ان شاء الله ربنا يكرمه وناخد دوري معاه ان شاء الله السنة دي والسنة الجاية بإذن الله، من المدربين الكويسين جدا. كابتن حسام البدري طبعا من المدربين المحترمين جدا المحترمين جدا، ومستر باسيرو من المدربين اللي انا اتعلمت منهم كتير، جريدو برضو نفس الكلام. ما شاء الله مدربين يا كابتن، فعلا مدربين كتير جدا كنت يعني لا، وشرف للنادي الاهلي هو حتى شرف النادي ليهم اللي هم يبقى موجودين في النادي الاهلي طبعا، واللي هم يدربوا فريق كبير زي النادي الاهلي عملاق القاره الافريقيه طبعا، فشرف ليهم. اي حد مثلا واحد فيهم وفى، او كارتيرون من المدربين المميزين جدا جدا جدا، بس الظروف اللي اتحط فيها كانت صعبه جدا، ما كانش فيه لعيبه خالص، كان فيه اصابات كتيره. من المدربين المحترمين جدا وانا بحترمهم جدا جدا جدا، انا بسلم على الهوا، الراجل ده محترم جدا بصراحه. دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي كابتن حسام حاطط في تركيزه وفي دماغه ان ان شاء الله يتم النادي الاهلي يتوج بالبطوله الموسم اللي جاي، والنادي الاهلي يكون موجود في كاس عالم للانديه، وهل ده هدف رئيسي بالنسبه للعيبه تعويضا عن الموسم الماضي؟ مش حسام عاشور بس، يعني احنا لما بنجمل مع اللعيبه يا جماعه احنا مش عايزين ناخد دوري بس ولا كاس ولا سوبر مثلا مصري، لا انت بتبص لبطوله افريقيا احنا بقى لنا قد ايه بتوصل النهائي وما بتاخدش البطوله، فاحنا كلنا تركيز وبنتكلم في الحته دي على طول. ولما ننزل كمان القاهره ان شاء الله ونخلص ان شاء الله الماتشين وناخد الدوري باذن الله، نبتدي بقى نفكر ان شاء الله في افريقيا، نبتدي اللي احنا خلاص يعني لازم السنه دي اللي جايه ان شاء الله بطوله افريقيا تبقى في النادي الاهلي، عشان بقى لنا كتير بصراحه هي غايبه عن النادي الاهلي. والبطوله دي اللي بتفرح الجمهور، يعني الدوري وكل حاجه بيفرح الجمهور، بس عندك بطوله افريقيا برضو اللي انت توصل اليابان وبقالك كتير ما وصلتش لليابان، فبنسعى لدي وبنتكلم وبنشد الناس وكل الناس على قلب راجل واحد. البطولات كلها ما تبقى في ايد النادي الاهلي او جوه النادي الاهلي، فده اللي احنا بنشتغل عليه طبعا. طب يا كابتن مستر، عايز اتكلم في نقطه ممكن شباب كتير هيتفرج علينا، زي ما انا قلت هو لعيبه صغير. كابتن حسام عاشور ملوش في السوشيال ميديا خالص، لا عنده فيسبوك ولا عنده انستجرام ولا عنده واتساب. انا بصراحه بحييك يا كابتن حسام على الخطوه الجريئه دي، خطوه اكيد فرق معاك نفسيا، وعارف ان انت تنعزل عن كل الاجواء السلبيه وتركز في كره القدم. هل دي ممكن نستغلها وان حضرتك تقول نصيحه للعيبه، اللعيبه الصغيره، لعيبه الكره اللي لسه طالعه، اي حد حابب ان هو يكون نجم في يوم من الايام، تقول له ايه وازاي تقدر او قادر تعيش من غير الحاجات دي كلها؟ بص انا كنت بتكلم انا وانت امبارح في الموضوع ده، انت بتقول لي ازاي انت ما عندكش مثلا الواتساب، فانا دي دماغي انا يا جماعه، انا مركز في الكوره مليون في الميه، انا مدي الكوره ومدي النادي الاهلي حياتي كلها، يعني انا بقعد في النادي الاهلي وبقعد في بيتي يعتبر. قلت لي انا بتمرن ويروح البيت يخرج انا اسرتي وبس كده، بس هو ده حياتي اخي. يا بص ده اللي انا مركز فيه، يعني انا بخلص تمرين بروح بقعد مع مثلا ولادي، بقعد مع مراتي، بروح عند والدتي، مركز في الكوره، انا مدي الكوره حياتي، يعني مدي النادي الاهلي طبعا كل تركيزي، مدي عشان يبقى رقم واحد ونخليه اعلى حاجه في الدنيا. يعني انا زي ما قلت لك انا بعشق حاجه اسمها النادي الاهلي، يعني انا الفتره في فترات قبل كده كان بيجي لي عروض كتيره، بس لما يبقى مثلا عقدي بيخلص ولا حاجه والله العظيم يسال اي مدير كوره جه مثلا، يبقى جاي لي مثلا عرض بره ولا حاجه، يجي كابتن سيد مثلا، كابتن سيد حفيظ، يقول لي لا النادي الاهلي مثلا عايزك، خلاص بقفل الموضوع تماما تماما، وما فيش مفاوضات. انا بقالي 15 سنه في الدرجه الاولى، ما فيش مفاوضات خدت 3 ايام يومين، مش هقول لك 3 ايام، ما فيش خدت يعني كابتن سيد مثلا احنا عايزين نمضي معاك، ماشي يا كابتن سيد،
هتاخد كذا. ما تكلمش كابتن في ايها في اي والله. مقابل في اي عدد سنين، فهتاخد كام؟ بص انت بتتكلم مثلا النادي الاهلي كلمته وعقد، يعني انت مثلا بتيجي العقد بيبقى عندك على بياض، امضي بتمضي على بياض وخلاص وبتمشي. يجي بقى بعد كده كابتن سيد انت هتاخد كذا كذا كذا، ده بس تقدير من النادي وتقدير من مدير الكوره طبعا. بس يعني انا قلتها كتير عن النادي الاهلي ده بيتي، النادي الاهلي ده بيتي يا جماعه، وانا بحبه حب يعني بص مليون في المية، يعني حياتي كلها النادي الأهلي. فأنا زي ما بقول لك الكابتن سيد لما يجي مثلا يتكلم معايا امضي خلاص، هو مش بقول له مثلا خلاص اديني يومين مثلا ثلاثة ولا أفكر ولا أشوف مثلا النادي الفلاني اللي هو يدفع أكتر ومش عارف إيه، لا خلاص أنا مضيت وقاعد في النادي الأهلي، ما دام النادي الأهلي محتاجني أنا موجود. استقبالك يا كابتن حسام للرباعي الدولي اللي هيكون موجود ان شاء الله يوم السبت في المعسكر، كونك كابتن الفريق وهم جايين من اخفاق مع منتخب مصر، شايف التعامل معاهم هيكون عامل ازاي نفسيا ومعنويا علشان يخشوا مع الفريق سريعا يخشوا في اجواء المعسكر والمباراه الاخيره وبعد كده ان شاء الله مباراه المقاولين والزمالك؟ طبعا اللعيبه بقول لهم طبعا هارد لك، البطوله بتاعت افريقيا اللعيبه بتاعت المنتخب لعيبه كبار ولعيبه فاهمه ولعيبه واعيه وقادرين اللي هم يتخطوا المرحله دي او المحنه اللي هم فيها دولت، اتحطوا في المواقف دي كتير، يعني الاربع لعيبه دولت اتحطوا في المواقف دي كتير جدا، يقدروا يطلعوا من الحل اللي هم فيهم. طبعا الجهاز الفني اللي هيتكلم مع اللعيبه واللعيبه الكبار طبعا هيتكلموا مع اللعيبه دي، وان شاء الله المحنه اللي هم فيها دي نطلعهم منهم على طول عشان عندنا ماتشين مهمين طبعا. اخيرا يا كابتن حسام عشان ما اطولش على حضرتك ولا اطول على باشمهندس عدلي ولا استاذ ابراهيم، تحب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي في نهايه الحوار؟ طبعا جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد في افريقيا، بقول له ان شاء الله تبقى ورانا ومأزرنا على طول زي ما عودتنا، وان شاء الله باذن الله نقدر نفرحك زي ما كنا بنفرحك على طول، ويبقى البطولات كلها ان شاء الله في دواليب النادي الاهلي، مش دولاب النادي الاهلي، دواليب النادي الاهلي، فان شاء الله نقدر نفرحهم الفتره اللي جايه باذن الله. بشكرك يا كابتن حسام، شكرا حبيبي جزيلا، عمر ربنا انا يخليك، طولت عليك يا حبيبي كابتن. ربنا يخليك يا عمر. يعني باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم، كنا مع حضراتكم مع حوار مهم جدا مع الكابتن والكابتن حسام عاشور، متاسف للاطاله لكن يعني اعتقد ان هو حوار اتكلمنا فيه في كل شيء. بص يا عم بشكركم شكرا جزيلا، بص يا عمر، واسيب جمهور عمر الكل يستمتع ببرنامج ملك وكتابه والعوده لحضراتكم. عمر نعم يا فندم، مع حضرتك انت برضو مش سهل، يعني انت عملت حلقه جميله جدا جدا داخل حلقه ملك وكتابه، ولولا ان انا مستمتع بيها يعني كنت هقول لك ايه يا عم عمر. لكن الحلقه ممتعه، تحياتنا للكابتن حسام، وسالته كل الاسئله اللي كان نفسنا نعرفها عنه، وسلم لنا عليه جدا، راجل محترم يستحق كل الوقت. تحياتنا ليه وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للزميل عمر ربيع ياسين من معسكر الأهلي في أسبانيا.